صراحة الكابتن احمد الف مبروك. مبروك يا كابتن عبد الواحد، مبروك لكابتن احمد وكابتن صبري. بتفق تماما مع كابتن عبد الواحد ومع كابتن احمد وكابتن صبري ان جمهور نادي الزمالك هو المساند رقم واحد مع الاداره للعيبه وللجهاز. الماتش النهارده فيه فنيات كتير جدا للاسف مش ايجابيه وهنتكلم فيها كلها، لكن فعلا جمهور نادي الزمالك قبل كنت مع كابتن احمد وكابتن صبري جوه قبل الجول ما يجي، وكابتن ياسر حتى كابتن ياسر عبود كان بيتكلم معانا جوه تحت، الجمهور نادي الزمالك لغايه قبل الهدف بيشجع وبيحرك اللعيبه طبعًا. والنقطه اللي كابتن صبري اتكلم فيها بتاعت شيكابالا، هو لما حس ان الدنيا مخنوقه جوه الملعب راح للمساند الاول ليه وهو جمهور نادي الزمالك. مبروك لجمهور نادي الزمالك، يستاهل الفرحه، فرحه كبيره جدا في اخر ثواني في المباراه. مباراه يعني لو جيت تحسبها بالورق فوز، عارف من الجون لما يجي في اخر دقيقه ده بيبقى ليه طعم تاني جدا يا كابتن عبد الواحد. بس برضو خلينا نتكلم بالظبط كده، انت بتتكلم في اهم حاجه الدور الاول هو تجميع نقاط بالذات للفرق اللي بتلعب على البطوله، الدور الثاني الموضوع صعب جدا جدا. بتفق مع كابتن صبري في الاهلي قبل الهوا وكابتن احمد، هو دي اهم حاجه، بعد صفاره الحكم كل حاجه بتتنسي، بس احنا هنا دورنا ان احنا ننور في الحته اللي هي مش ايجابيه بالنسبه للامور الفنيه في تيم نادي الزمالك، ان انت لسه عندك ماتشات كتير صعبه، انت عديت ماتشات صعبه ما فيهم بيراميدز والبنك الاهلي، دي من الماتشات الثقيله، انت خدت 6 بونت، ماتشين تقال جدا جدا يعطلوا اي فرقه، الفرقتين دول يعطلوا اي حد ويعطلوا اي مسيره اي حد في البطوله. لكن ببارك لجمهور نادي الزمالك، اداره نادي الزمالك، لعيبه نادي الزمالك، الجهاز الفني، مبارك لكل الزملكاويه، والامور الفنيه دي ان شاء الله هنتكلم فيها كلها مع حضرتك.